السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم حصل اختراق للقناة بتاعة اليوتيوب، وممكن ناس كتير تتعرض للموضوع دوت، فخلينا نحاول نفهم ايه اللي بيحصل. بداية هو مش بيسرق القناة، هو بيسرق حساب الجوجل اللي عليه القناة، يعني هو بيحاول يخترق الجيميل بتاعه. للأسف أنا كنت في الشغل ومعطل للنوتيفيكيشن، فماخدتش بالي غير بعد فترة، يعني المفروض أول مرة بيحاول يخترق بيجيلي رسالة تنبيه كده. فانا ما مش فاشغل بعد مثلا 5 ساعات، كنت انا خلصت شغل وببص كده مش مد اخوانا، لقيت جايب لي رسائل كتيره ان في هاكر. لما دخلت اكتشفت ان هو روسي، يعني لما استعدت الايميل وهنشوف ازاي مع بعض، لقيته من الاخر هو من روسيا، وغالبا كان اكيد يعني هو عايز القناه عشان الفلوس، والفلوس بتبقى من حاجتين، ممكن يكون مثلا متصور ان في اعلانات على القناه ففي فلوس وبتاع والكلام ده. انا قعدت مستني معايا يمكن الاقي اي فلوس ولا حاجه. الحاجه الثانيه ان هو بيحط فيديوهات للعملات الرقميه، الحمد لله ما رفعش اي فيديوهات سيئه، انما كانت فيديوهات خاصه بالعملات الرقميه والحاجات دي كلها. وعمل شويه حاجات في القناه طبعا، يعني شال فيديو البدايه او حط فيديو بدايه تاني، لكن لما انا ساعدت القناه كانت لغى، غير الاسم خلاه تسلا، دي سهل انها تتغير يعني ما فيهاش مشكله عادي. برضو ات كذا كان في كلمه معينه واشطبها، في بعض الحاجات يعني الطفيفه اللي يعني خلاص اصابات بسيطه ممكن ان احنا نسترجعها. طيب قدرنا نسترجع القناه ازاي؟ الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص، ولا في برمجه وهاكر والكلام ده كله. الموضوع ببساطة ان انت بتبعت لجوجل واليوتيوب تقول لهم انا عايز استعيد القناة بتاعتي حصل، فبيقولك اثبت ان انت صاحب القناة. طبعا اثبات ان انت صاحب القناة اسهل بكتير من ان انت تحاول تخترق القناة او تخترق الايميل وتحاول ان انت تستنتج الباسورد او تضرب ببرامج او ايا يكن الاسلوب اللي هو استخدمه. فما منصحش حد ان هو يحاول يخش في موضوع الهاكر ده ويحاول يخترق حاجات الجهاز تاني، لان ده بيعرضه لمسائل قانونية وبيعرضه لمشاكل كتيرة. وفي نفس الوقت غالبا لو انت مش فاهم برمجة وبتستخدم بعض البرامج بيبقى فيها فيروسات، فالناس كلها بتخترق الجهاز بتاعك وانت بتخترق حد تاني. طيب ايه الايميل بتاع جوجل او كده؟ لا هو مش ايميل، انا بدأت يعني كان احد الاصدقاء تعرض للمشكلة واتحلت معاه بنفس الطريقة اللي انا حلت بيها، فهو قال لي عليها. دخلت على التويتر جوجل عاملة الاكونت بتاعتها، فانا دخلت وقلت له انا عايز جوجل وعايز اليوتيوب، فدخلت عليهم وبعت لهم مثلا انا عندي مشكلة. فلقيت التيم يوتيوب ده الحساب اللي موجود على التويتر، بدأ يتكلم معايا، بدأ يبعت رسالة خاص يقول لي طب عايزك تملى فورم معين ده اثبات ان انت يعني القناة بتاعتك او الايميل ده بتاعك، طب انت عملت الحساب ده امتى، طب معاك رابط لاخر فيديو اتنشر معاك، يعني اثبت حقك. فالموضوع بسيط مفيش اي مشكلة خالص. فالمهندس مصطفى صقر يعني بعت لي الرابط بتاع تيم يوتيوب، فبدات ان انا اتواصل معاهم بشكل حلو. انا كنت اتواصلت مع اليوتيوب وجوجل وهم لقيت دخل في النص، يعني هم اكيد عملوا له تاج. فبس بدات املا الفورم وبدا يجي لي ايميلات، دي شكل الايميل، في واحد بالانجليزي واحد بالعربي، مليت الاثنين تمام. المعلومات المطلوبه بتبقى معلومات بسيطه يعني تمام، بيقول لك ممكن يكون الفيديوهات بتاعتك اختفت او كذا او كذا، ففي فورم معين بتملاه عشان تقدر ترجع الايميل، ويدوس على الزرار دوت عشان يبدا ان هو يرجع لك الحساب بتاعك. المفروض ان لما الايميل بتاعك بيرجع اوتوماتيك كل حاجه ترجع، لكن هو غالبا الهاكر بيكون مثلا نشر فيديو او في اي حاجه بتوقف حسابك في اليوتيوب، فانت عادي بتبلغ ان يا اخوانا خلي بالكوا ده حد تاني اللي رفع الحاجة تمام. ففعلا اتصلت وفورم معين بتكتب الاسم والايميل والتشانل اي دي بتاعتك واليوم اللي انت عملت فيه القناة
والايميل اللي ممكن اتواصل بيه من خلاله والفيديو اي دي، وهل انت لاحظت اي نشاطات غريبه في القناه بتاعتك، وهكذا. يعني معلومات عاديه عن طب حسابك بالاي دي سينس الادسنس ادسنس تمام، فبعض المعلومات المنطقيه والمفروض ان صاحب القناه بس هو اللي عارفها فيبدا يحطها. طيب الحمايه ايه من الموضوع دوت؟ الحمايه ان انت تكون حذر، يكون مثلا كل حساباتك معموله، لازم يتبعت لك رساله على الموبايل، يعني خطوتين للتحقق من الايميل بتاعك، تحقق ميزة التحقق بخطوتين، تفتح حساب جوجل وهتلاقي حاجة اسمها سكيورتي أو الأمان، بتقول تحقق بخطوتين تمام. دي مهمة جدا، وما تضغطش على أي رابط ممكن يجيلك لأن ممكن يكون مشكوك فيه. لازم تسأل اللي بعت الإيميل دوت هل تعرف شخصيا ولا لأ، لو إيميل مثير للشك إلغيه يعني ما تفتحوش، وهكذا. فالخطوات زي ما انت شايف سهلة وبسيطة، مجرد ان انت راجل صاحب حق فبتقول لهم معلومات عن المشكلة وعن اثبات ان القناة دي بتاعتك، خلاص بترجع الايميل ده بتاعك بيرجع. ولو مرجعش ممكن تعمل حساب تاني يعني مجاني من جيميل، وبعد كده تعمل اليوتيوب، لكن ما تعملش حساب جديد غير لما تتأكد ان انت فعلا مش قادر ترجع الحاجة. هو الراجل لغى حاجات كتير جدا، يعني لغى الايميل اللي من خلاله بيبدا يبعت لك. الحمد لله كنت انا عامل حاجه اسمها فورورد ايميل، ان اي رساله بتيجي على الايميل ده بتتبعت لايميل تاني. خلي في ايميل عليه الشغل او عليه، يعني انا عامل ايميل لو حد اخترقه بشخص حاجه، وعامل ايميل تاني اللي انا بحطه في السي في وبحط في الحاجات دي بحيث لو جه اي حاجه اقدر ان انا اشوفها، وعامل ايميل تالت وهكذا. يعني ممكن تعمل 3 4 ايميلات، واحد فيهم ده لما بتيجي منه ايميل ده محدش يعرفه غير الناس الموثوق فيهم، بس برضه لازم افحص الرسايل. وفي ايميل بشترك بيه في اي موقع، بحيث ان لو الموقع ده طلع هاكر ودمر حاجه يبقى انا ما خسرتش حاجه كتير. فالحمد لله ان رجعت، وان شاء الله يعني تعديلات بسيطه ترجع احسن من الاول باذن الله.